مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة والجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات اللي بتقابل المصنعين والمستثمرين في الوقت الحالي. طبعا الأسبوع ده كان ليا زيارة لأكتر من قرية وأكتر من مدينة بالنسبة للصناعة، فاحنا بناخد خطوات محترمة جدا تجاه الصناعة في الوقت الحالي. في بعض المصنعين عندهم بعض المعوقات زي الكهرباء، زي الصرف الصحي، زي الطرق، فدي مشكلة. في مشكلة مهمة جدا أنا عاوز أتكلم فيها يا جماعة، مشكلة العمالة. يعني كل ما بلتقي بأي مصنع في أي مجال في الصناعة ألاقي مشكلته الأولى العمالة، فطبعا دي كارثة. وطبعا اللي عامل المشكلة كلها التوك توك. يعني في كل المهن، في كل المهن في عجز. يعني أي مهنة وأي مصنع بلتقي بيه ألاقيه بيشتكي من العمالة. يعني عنده مكن ما بيشتغلش، ما بينتجش. ليه؟ الشباب بدأ يلجأ للتوك توك ويلجأ لحاجات تانية مش عاوز أتكلم فيها يعني. فدي طبعا مشكلة. يعني يا ريت الشباب يشتغل واجتهد. والتوك توك للناس اللي هي ذو الاحتياجات الخاصة. يعني الناس اللي هي الكبيرة في السن، الناس مثلا اللي هي معوقة عندهم بعض الظروف، لكن الشباب المستقبل في الصناعة. يعني المستقبل في الصناعة. كل ما بلتقي بمصنع ألاقي مشكلته الأولى العمالة. وطبعا التوك توك عامل كوارث كتير. طبعا في ناس محترمة، مش كل الناس. يعني في ناس محترمة بتركب توك توك وبتشتغل عشان تاكل عيش وتمشي بما يرضي الله، لكن الأغلبية بيلعب، عامل مشاكل كتير على الطرق، ماشي مخالف، مفيش نمر، مفيش أي حاجة خالص، وبيعمل كوارث. فطبعا احنا بنناشد الشباب ان هو يجتهد ويلجأ للصناعة. في كل المان دلوقتي في عجز. يعني كل مثلا منعوز مثلا كهربائي، سباك، في أي مهنة مفيش. فدي مشكلة. الصناعة يا جماعة هي اللي بتقوم دول. يعني الصناعة بتقوم دول. الأسبوع ده أنا التقيت بإحدى المصنعين في مجال الملابس الجاهزة، العبايات الحريمي. راجل مميز جدا في صناعته. يعني مميز جدا في صناعته، بيشتغل بمادة خام محترمة، عنده فريق عمل محترم، ما بيشتكيش من أي حاجة خالص، بياخد خطوات بطرق شرعية تجاه الصناعة. التقيت بالمهندس نصر نصار رئيس مجلس إدارة مصنع الفتح للملابس الجاهزة. بدايته من سنة 1990. يعني راجل خبرة. معاه أولاده الأستاذ أحمد والأستاذ محمد. ما شاء الله واقفين ظهرهم بظهر والدهم. والدهم طبعا راجل بيجتهد طول عمره في الصناعة وبياخد خطوات. عنده عمالة. يعني عنده أكتر من 20 عامل. حاجة كويسة جدا. يعني بيفتح بيوت. بيكبر. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. بدأنا من فضل ربنا علينا من بعد سنة 90، وكانت البداية من تحت الصفر، خطوة بخطوة، نصنع برا، نصنع عندنا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا يبقى عندنا مكان، وتخصصنا في العبايات الحريمي. الأمهات، مش البناتي ولا الأمهات، اللي هم السيدات الكبار يعني. تمام. والحمد لله فضل من عند ربنا. يعني الدنيا كانت يعني هادية شوية الفترة، لكن دلوقتي الحمد لله الدنيا مظبوطة وشيء كويس جدا يعني الحمد لله. يعني الكهرباء عندنا هنا في البلد ما بتقطعش خالص، واحنا اللي ايه اللي بنشتغل عليه، احنا على الكهرباء ما فيش مشاكل خالص الحمد لله. ثانيا وده الاهم، كل حاجه متيسره. تمام. يعني المواد الخام متيسره، والحمد لله رب العالمين. انا بالنسبه لي نحمد ربنا على اللي احنا فيه. تمام. يعني ما فيش اي معوقات هنا في البلد عندنا بتعوق العمل. تمام. يعني حضرتك شايف يا فندم على ارض الواقع خلال الست سنوات في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بناخد خطوات تجاه الصناعه؟ ده شيء واضح وشيء باين يعني ما شاء الله.
يعني لا 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 فرق كبير قوي حتى في الطرق. يعني احنا كنا الاول كنا عشان تروح من هنا للقاهره بيقابلك 100 معوق، لكن الطرق بقت ما شاء الله حاجه بقت حاجه جميله قوي. يعني يعني ممكن انا اخر مره كنت رايح القاهره احنا بنجيب القماش من الازهر من مصر يعني تمام. السواق معايا يعني دايس على البنزين ما سابوش الا في مصر مثلا. يعني عايز اقول ان ما شاء الله الطرق ممتازه يعني تمام. طرق ممتازه حاجه بقى كل حاجه ممتازه الحمد تمام. لله يعني يعني بناخد خطوات يا فندم محترم طبعا. نعرف بقى الساده المشاهدين يا فندم طبيعه التصنيع بتاعتك ايه؟ يعني طبيعه الصناعه بتاعت حضرتك ايه؟ مصنع الفتح بشكل خاص. زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا متخصصين في العبايه الحريريه الامهات. يعني لقينا مثلا السوق كله الكاجوالات وال ما بنحبش احنا الحاجات دي، احنا بنحب نعمل الحاجه المحترمه اللي البسها لامي او اختي او زوجتي. فانا تخصصنا في الحاجه اللي هي يعني حاجه ما فيهاش خروج ولا هي وحاجات محترمه لبس كويس يعني تمام. يعني حتى تشوف حضرتك العينات دلوقتي الشغل حاجات كلها ان شاء الله تتبسط منها. مدرسه وخلصت مدرسه وجيت هنا اشتغلت مع والدي واحده واحده الحمد لله يعني بدأنا نفهم كل حاجه وبدأت الحمد لله اعرف كل حاجه يعني. احنا الحمد لله هنا الحمد لله يعني ما عندناش مشكله يعني. بس انا بقول برضو في الشباب ماشي يعني ركزوا شويه في موضوع موضوع المصانع وموضوع الصناعه ماشي. ان انتم مثلا ايه بدل ما انتم مثلا مش لاقيين شغل عايزين شغل روحوا الموضوع ده. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس او الحاج نصر نصار، طبعا انا بقول المهندس يا جماعه على اساس ان كل حد في مهنته مهندس، يعني اي حد مجتهد مصنع مميز بنقول عليه مهندس في شغله. الحاج نصر نصار انا بقول المهندس طبعا قال لي لا قول الحاج نصر نصار من احترامه يعني. الاستاذ محمد ابنه زي ما حضراتكم شفتوه شاب من الشباب المجتهد اللي واقف مع والده باجتهاد وبطرق محترمة بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر من المجالات المميزة جدا. التقيت بالأستاذ أحمد يونس رئيس مجلس إدارة مصنع يونس لمواسير الكرتون. طبعا الكرتون ده يعني حاجة مهمة جدا، يعني الكرتون بنستخدمه في جميع المجالات، يعني مجال الكرتون بنستخدمه في جميع المجالات أو جميع المهن. عنده بعض المعوقات في المادة الخام، يعني المادة الخام زيادة الأسعار عاملة لهم مشكلة. يعني يقول لي احنا كنا بناخد الكيلو بستين قرش أو بسبعين قرش، في الوقت الحالي بتلاتة جنيه ونص، زيادة الأسعار عالية شوية، فدي عاملة لهم معوقات كبيرة جدا. بدايته في المجال من فترة قليلة جدا، هو شاب من الشباب المجتهدة من 4 شهور، يعني بدايته في الصناعة من 4 شهور، المصنع قائم من 4 شهور. هو كان بيشتغل في احدى المصانع عامل، يعني بدايته في الصناعة كان عامل، اجتهد خد خطوات لحد ما وصل لمصنع يونس للكرتون. مميز جدا في صناعته، عنده عمالة بيقول انا عاوز اشغل اهل القرية. العمالة طبعا هم كلهم اسرة واحدة، اي حد ناجح في اي مجال دايما فريق العمل بتاعه بيبقى ايده بايده، طبعا ده بيبقى نجاح يا جماعه. في عنده معوق في الكهرباء، يعني عنده معوقات في الكهرباء. طبعا هو قائم في احدى قرى محافظه الغربيه، المعوقات اللي بتقابله في المصنع الكهرباء، ما عندوش كهرباء، شغال بديزل، فدي عامله له معوق كبير. فاحنا بنطلب المسؤولين في محافظه الغربيه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه المحترم جدا اللي بينزل وبشوف الناس محتاجه ايه بالنسبه للصناعه بشكل خاص، هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم من جديد. بدايتي والله كانت قصة كفاح من والدي الله يرحمه، كان بداية التسعينات، بداية الاسم بتاعنا والشغل بتاعنا مصنع الفراعنة. فالحمد لله والدي يعني كافح كتير وكان مسافر وكده، فجه فكر في حاجة كويسة يعني نستقر فيها ويبقى لها اسم ولها سمعة وكده، ففكر يعني في مصنع الملابس يعني، وربنا وفقنا مثلا في الاسم الفراعنة.
شغالين بداية من التسعينات، فالحمد لله يعني بفضل الله يعني الاسم كويس واخد وضعه والشغل والمنتج واخد وضعه. وبداية ما اشتغلنا يعني ما كانش الناس العملاء والتجار مثلا في كل مكان كانوا مستغربين ان احنا مثلا في منتج جلابية، مثلا في حدش بيعمل حاجة اسمها جلابية في السوق، فابتدينا احنا نعملها ونطور فيها ونعملها بشكل جميل. فالحمد لله كان لها رد فعل مش قوي من السوق، بس الحمد لله يعني كان فيه يعني توفيق من ربنا واشتغلنا وقفنا يعني لحد ما الاسم خد وضعه الحمد لله في السوق وبقى عليه طلب. اشتغلنا فترة طويلة كام سنة يعني الحمد لله، فيعني خدنا كده حوالي 10 سنين. وجه محلات التوحيد والنور في القاهرة الحمد لله، دايما محلات التوحيد والنور بيروح لهم مثلا المناديب المصانع بالمنتج بتاعهم بيعرضوه عليه، فبيشوفوا مثلا اللي هيتقبل من اللي مش هيتقبل وكده. فالحمد لله التوحيد والنور سمعنا ان هم لهم مناديب بتشوف ايه المنتجات اللي ماشيه في السوق كويس واللي لها طلب وعليها عرض وطلب في السوق، فالحمد لله كان في توفيق من ربنا ان هم سالوا على المنتج بتاعنا ودوروا على ارقام التليفونات بتاعنا، وهم اللي بشرونا يعني احنا ما رحنا لهمش احنا حتى بالمنتج بتاعنا، هم اللي اتصلوا علينا وشافوا المنتج بتاعنا. والحمد لله كان في توفيق واشتغلنا معهم برضو لحد النهارده يعني شغل كويس الحمد لله يعني. ومش واقفين برضو على منتج جلابيه معين، يعني ممكن ننوع في الخامات، ننوع في الاصناف. الجلابيه دي برضو يعني ايه، بنعمل جلابيه سعودي مش بخامة واحدة، يعني ممكن نشتغل في كذا خامة. والجلابية عامة برضو فيها كذا برضو صنف، يعني ممكن نعمل منها جلابية اللي هي السوداني، جلابية اللي هي العماني، في جلابية برضو أولادي مقاسات يعني 12 مقاس من مثلا من سنة لحد 14 سنة. فالحمد لله في عباية نص كم، كل ده في مجالات الجلابية مش ان هي مثلا صنف واحد وكده يعني. تمام. المعوقات والله انت تقدر تقول حضرتك ممكن تكون الخامات مثلا غالية شوية مع قلة العمالة. العمالة برضو ابتدت مثلا في ناس كل واحد مثلا بيحب يطور من نفسه عايز دخل كويس، فيعني كل واحد بقى له فكره يعني مثلا شايف ان هو مثلا مش ممكن يكونش متوفق عايز حاجه مثلا اكتر يكون دخل اكتر. في ناس اتجهت للتكاتك، ناس اتجهت للسفر بره، فاحنا مثلا ايه بنعاني من قله ايه العماله يعني. ممكن الخامات تكون مثلا اغلى شويه، بس الحمد لله يعني مثلا ممكن لو في تسليم مثلا هيبقى بعد اسبوع، ممكن بنتاخر فيه مثلا من قله العماله. تمام. يعني ممكن تخش في اسبوعين ثلاثة مثلا لو الطلبية دي مثلا او الحاجة دي محتاجة مثلا اسبوع ولا حاجة فبتتأخر شوية، فهي قلة العمالة مثلا هي اللي عاملة الإعاقة مثلا يعني. بس وانا صغير كان عندنا كل الناس بتتجه لمجال الصناعة، يعني مجال الصناعة فيه فروع كتير، فكان في ناس بتصنع الأقمشة، ناس بتصنع الملابس، ناس بتصنع القطن ذات نفسه. فأنا حبيت فكرة التصنيع من وأنا صغير، فلما ربنا كرمني وعملت رأس مال سافرت وعملت رأس مال جيت فكرت في مشروع. فما جيت هنا بلدنا دورت على حاجة تكون مش موجودة إن أنا أعمل حاجة جديدة، فلقيت موضوع إن أنا أعمل مستلزمات الملابس ده حاجة جديدة. فبدأت طبعا بنفسي، بدأت جبت مكان الأول مكنة وبدأت أتعلم عليها لحد ما تعلمت، وبعد كده زودت المجال وزودت عدد المكان. أنا بنشتغل في الأستيك اللي هو بتحط خارج الترنجات داخل الترنج أو داخل الشورت أو داخل البنطلون أو داخل الملابس الداخلية أو الأستيك اللي بتحط الخارجي، يعني سواء خارجي أو داخلي. ده طبعا حاجة مهمة في تصنيع الملابس لأنه عامل بالظبط، يعني بسطها لك زي الأكل كده، ما ينفعش تستغنى عن العيش، فهو عامل زي العيش بالنسبة للملابس. بيجي لنا الاستيك عباره عن غزل اللي هو البلوستر، البلوستر ده ماده مستورده، وجومه في جومه مستورده وفي جومه مصر، فاحنا بنشتغل حاجه الاعلى جوده. فبيجي لنا الجومه لوحدها والاستيك لوحدها، احنا طبعا بندخله على المكن بنخلطه مع بعض بينزل بيطلع لنا الاستيك اللي هو المنتج النهائي اللي انا وريته لحضرتك قبل التصوير. المشكله عندنا في مجالي بس بالذات ان بيحتاج فني او مدرب، عامل مدرب. فانت مثلا العمال المدربين كانوا قليلين لان كان عدد المصانع او المجال ده قليل، فالفن اللي فيه قليل، فكان لازم تجيب عماله تدربها. فطبعا على ما جبت عماله جبت عمال ودربتهم، بس برضك لسه عندي نقص في العماله.
لان احنا عندنا هنا مشكله مثلا كقريه الناصريه ان معظم الشباب او معظم الشباب اللي المفروض يشتغل بيجيب توك توك يشتغل على التوك توك، يعني انت عارف الموضوع بتاع التوك توك. فعندنا مشكله في العمال، فلحد النهارده انا بقى لي 8 سنين لسه ما عنديش العدد الكافي من العمال اللي اقدر بيه اشتغل 24 ساعه، يعني دايما عندي مشكله في العمال، دايما عندي ورديه فيها مشكله، ليه؟ العمال مش موجود. فحاولت حتى جبت عمال من خارج القريه وكده، بس برضك العامل اللي بيجي من خارج القريه مع الوقت بيستصعب المواصلات او كده. انا بخبرتي لما سافرت بره اتعلمت حاجه، ايه هي؟ ان انا دايما اشتغل في الحاجه دايما. يعني ايه؟ مثلا ممكن اخد مبلغ كبير بس في حاجه قطاعي. يعني ممكن اشتغل اسبوع واقعد اسبوع. لا، في حاجة تانية أقل شوية بس هشتغل مدى طويل وصاحب العمل هيأمن عليا وفي استقرار نفسي. فأنا بنصح الشباب مثلا إن هو يدور على حاجة زي دي. يعني مثلا لو أنا اشتغلت في مصنع زي بتاع ده، أنا خلاص أنا كده ضمنت إن أنا كل أسبوع أو كل شهر بيدخل لي مبلغ، فهبدأ أسست بحياتي على المبلغ ده. هقدر بقى ربنا يكرمني عايز أتجوز، يعني أنا معايا ناس شغالة معايا قالت لي إحنا بادئين وإحنا 12 سنة و13 سنة أو 15 سنة في المجال ده واتجوزنا منه وعايشين منه ومصدرون منه. غير ان انت لو دورت على شاب تاني مثلا عايز يعمل مستقبله من التوك توك هتعمل مستقبلك، لانك انت ممكن تشتغل يوم زياده ويوم اقل، لا قدر الله عطل الاله عطل. لكن مثلا تشتغل في مصنع عندك كل اسبوع بتقبض، سيستم حياتك، سيستم دنيتك، مثلا انت هتوصل لسن معين مش هتقدر تشتغل، في معاش، في تامينات بتدفع لك، فلما توصل للسن ده هتاخد المعاش بتاعك، وعندك كشف طبي ببلاش، وشغال طبعا انت عارف التصنيع اللي تحت الظل لا شمس ولا معرض لاي حاجه، مالكش دعوه باي تكلفه صناعه، مالكش دعوه بسوق، مالكش دعوه باي حاجه، انت بتشتغل بتقدم دورك، تشتغل بما يرضي الله، تيجي في اخر اسبوعك بتقبض راتبك. بدايتي كانت في مجال الغزل، كنت شغال مع خالي وفضلت فتره كبيره معاه لحد ما ربنا كرمني مش انشقيت بقى هو على دماغه وكل حاجه، هو الأب الكبير ليا وبعد أبويا طبعا ربنا يديله الصحة يا رب. فأنا اتعلمت منه كتير. وبالنسبة للمجال ده أنا كنت دخلته لأنه هو مخدم على مجال الغزل نفسه. الفكرة بقى اللي جات لك يا أستاذ أحمد إن أنت تروح ناحية الصناعة، يعني في تجارة في زراعة، يعني طبعا في قرية، فحضرتك فكرة الصناعة بالذات جات في دماغك إزاي؟ مبدئيا فتح بيوت الناس دي كانت انت تشغل عماله، يعني تشغل عماله بالنسبه لي كمان. والحمد لله العماله اللي عندي اكتر من اخوات لان هم اصحابي قبل اي حاجه، تمام، اصحاب عمر، وهي دي حقيقه. كل الموجودين عندي تحت شغالين من بدايه الصحوبيه وهم معايا، تمام، فاول ناس فعلا فكرت فيهم ان هم يكونوا معايا هم اصحابي، تمام، ففعلا هم اللي موجودين معايا وهم دلوقتي بخرج اروح في كل حته، مثلا بعد مصلحة شغل اروح يمين شمال هم اللي موجودين، اكنني اللي موجود بالظبط، تمام، فهم كده كده هم اللي موجودين معايا من البدايه، من اول يوم بدات فيه المجال ده وهم معايا، تمام، فدول هم سند بعض ربنا بصراحه في المجال ده. هم النهارده ممكن هم اللي شايلين الدنيا كلها. شايفك شاب من الشباب مجتهده جدا، حضرتك المعوقات بقى اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي بشكل خاص اتفضل. الرقابة على الخامات، الخامات بصراحة متحكمين فيها، بيجيبوها من تحت، تجار الدشت، تجار الدشت دول النهاردة هم اللي طفحوك متحكمين في كل حاجة، هم اللي يدوا المصنع ده بسعر كذا ولا أقل من كده مش هنديك، فبالتالي صاحب المصنع اللي هو بتاع المادة الخام اضطر انه يرفع عليك. ففي الوقت الحالي اصلا السوق مش قابل للزياده، تمام، يعني كل الزياده اللي رفعت النهارده ديت تعتبر احنا اللي شلناها، تمام، يعني هي النهارده زادت ما يعادل 30% تقريبا. 30% دي احنا انا كمصنع انا شلته، ما قدرتش ان انا ازود. يعني قصد حضرتك يا استاذ احمد ان كل واحد بيبيع بمزاجه، دي حقيقه، مفيش رقابة، مفيش رقابة، لا في رقابة ولا في تسعيرة، واخدنا تجارة زي ما. طب ايه المطلوب من الدولة في الوقت الحالي يا استاذ احمد؟ مش انا الواحد اللي بطلبها على فكرة، لو حضرتك تبص في مجال الورقيات عامة في الوضع الحالي الناس كلها بتشتكي، تمام، لو تلاحظ النهاردة اكترية العربيات على الطرق محملة ورق، تجار اللي هم عمال الخرد عامة لو تلاحظ النهارده سابوا الحديد وسابوا كل حاجة وبقوا بيدوروا في الورق،
الورق النهارده بقى اكسب لهم. الورق الاول كان مثلا 60 قرش 70 قرش، النهارده يروح يبقى 3 جنيه و 4 جنيه كيلو كيلو. من 60 قرش و 70 قرش ل 3 جنيه و 4 جنيه. يلي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل. والله انا كنت مسافر فجيت فكرت في كام فكره، فدخلت في مصنع، عملت مصنع سلمه تمام للحاف الفايبر تمام، الكوفرتا بس الكوفرتا سوقها مش قد كده تمام، فمشينا في الصناعه كويس لغايه ما وصلنا لكورونا تمام. وما ادراك ما كورونا بقى. بدا العمل الاول كان كويس، حاليا بعد كورونا بصراحه بقت من 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 80% بينا دلوقتي 30% تمام. الشغل بقى حتى بدايه السنه دي مش بدايه كورونا كانت احسن من الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. بدا الشغل يقل ما عادش زي الاول. الزبون ممكن ياخد منك بشياك وما يسدلكش. واللي مش واخد، يعني عندنا ناس هنا في المعتمديه وقعت كتير تمام، ناس وقعت كتير بشياك. يعني نعرف ناس في اللي مليون وفي الاتنين مليون وفي التلاتة مليون، وقعت يعني بدرجه فوق ما تتخيل تمام. يعني في ناس قفلت وتشكت، يعني هم مظلومين وتشكوا اتداينوا. يعني هو خد شغل من ناس بضمان الشكل اللي هو بتاع الزبون اللي مديله تمام، والزبون خد شغل، ودلوقتي اللي هو صاحب المصنع هو اللي بينطلب دلوقتي تمام، مع انه اشتكى اللي واخد منه الشغل بقى ما حصلوش في حاجه تمام. يعني الصناعه الاول كانت كويسه، دلوقتي المصنع شبه قفل، شبه متوقف. الناس قفلت، في ناس قفلت رسمي شبه متوقفه. يعني هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بنجهز، يعني احنا بعد اجازه العيد فات اسبوع من العيد اللي فات، وده تاني اسبوع تمام. احنا فتحنا امبارح بنجهز تجهيزات تمام. في ناس انا جنب مصنع هنا، لو طلعت هتلاقيه في مصنع في اول الشارع تمام، والله قافلين ومش معروف هيفتحوا امتى. يعني عالم الاسبوع الجاي يفتحهم او اللي بعده مش عارف. وفي ناس قفلت خالص تمام. مجال الصناعه الاول كان كويس وكان المكسب في القطعه مثلا كان بيكسب وربنا مرضي، دلوقتي ممكن يبيعها بتكلفتها عشان يسدد شياك عليه. او يعني ما انت ممكن تجيب مثلا القماش بتجيبه مثلا بشيك ومعاه نقديه مثلا، بتيجي في الوقت اللي انت هتسد فيه الشيك مفيش، انا هبيعه بثمن وممكن ابيع اقل من ثمن تمام، لان السوق واقف. الاول كان السوق شغال. جايز اثناء فيروس كورونا في توقف، او طبعا الناس المصدرين كانوا بيصدروا لبعض الدول يعتبر شيء مفيش متوقف. واقفين وتاني هام الزبون ما عادش زي الاول. وممكن تيجي تبص تلاقي زبون ياخد منك وما يسدلكش تمام، ممكن ياخد منك مثلا، في ناس بتاخد بمليون بالشياك، يديك مثلا 100,000 وياخد شغل بالشياك بمليون وما يسدش. طب المصنع، هو المصنع معاه مليون مستحيل. اقصى مصنع هتلاقي، يعني بالنسبه للمصانع اللي هي تحت الانشاء لسه يعني بقى لها سنتين وثلاثه وحاجات من دي، هتلاقي 200,000 150,000 300,000 وشغال الشياك مثلا، معاه دفتر الشياك شغله كمان بنص مليون تمام. ورجعنا لحضراتكم من جديد. يا جماعه زي ما انتم شايفين كل المصنعين بيشتكوا من العماله، يعني اول حاجه بيشتكوا منها العماله زي ما حضراتكم شفتم، والتوك توك، ان التوك توك خد العماله كلها اللي انا كنت بتكلم فيها في البدايه دي. طبعا كارثه، يا راجل بيقول انا مكاني واقف ما بيشتغلش، يعني انا عاوز عماله بشتغل ورديه واحده، دي طبعا مشكله كبيره زي ما قلت لحضراتكم. والشيكات اللي بتقع، يعني في مصانع بيقول لي توقفت بسبب الشيكات، ان بعض البنوك بيدوا الناس ما يستحقوش دفتر شيكات ويمشي يكذب على الناس، ياخد منه منتج ويخلع، دي مشكلة كبيرة. فاحنا بنناشد المسؤولين، مش اي حد يا جماعة ياخد دفتر شيكات، يعني مش اي حد يخش البنك ياخد دفتر شيكات، دي مشكلة كبيرة. يعني اكتر من مصنع اشتكالي من المشكلة دي، فدي مشكلة كبيرة. طبعا الاستاذ احمد يونس حد مجتهد جدا في صناعته، والاستاذ عماد البلتاجي من الناس المميزة جدا في صناعته زي ما حضراتكم شفتوه، والاستاذ احمد النجولي برضو شاب من الشباب المجتهدة جدا، والاستاذ محمود البهوتي، شباب محترم
بياخد خطوات تجاه الصناعه. بالتوفيق ان شاء الله. هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الصناعه رائعه فينا يا جماعه. بناخد خطوات سريعه جدا تجاه الصناعه بطرق محترمه جدا. يعني في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدن صناعيه اتفتحت كتير على مستوى الجمهوريه. يعني المدن الصناعيه ما شاء الله. والصناعه في احدى القرى. يعني في قرى بدات تاخد صناعه بطرق ممتازه جدا. انا ببقى سعيد جدا لما بنزل قريه والاقي فيها صناعه. يعني في قرى في محافظه الغربيه زي ما حضراتكم شفتم. محافظه الغربيه من المحافظات المميزه جدا في الصناعه. صناعه الغزل والنسيج. صناعة الملابس الجاهزة، صناعة المفروشات، حاجة محترمة جدا في محافظة الغربية. بالتوفيق إن شاء الله. هنروح بقى لمحافظة الدقهلية. كان ليا جولة في محافظة الدقهلية. فمحافظة الدقهلية من المحافظات المميزة جدا في الزراعة، في صناعة الأعلاف. حاجة محترمة جدا محافظة الدقهلية. التقيت بالمهندس كريم دياب رئيس مجلس إدارة مصنع الحمد للأعلاف. ده شاب بالشباب المحترمه جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعه بطرق سريعه جدا. بدايته من 5 سنوات. يعني بدايته في صناعه الاعلاف من 5 سنوات، ما بصنعش ماده واحده للاعلاف. بصنع للثروه السمكيه، بصنع للثروه الحيوانيه، بصنع للثروه الداجنه، حق مميز. يعني مش واخد اتجاه واحد بس، واخد اكتر من اتجاه في الصناعه. عنده 22 عامل. يعني مشغل عماله 22 بيت مفتوحين. حاجه محترمه جدا. عنده بعض المعوقات. مع اول معوق بقابله عدم ثبات الاسعار بالنسبه للماده الخام. دي مشكله. يعني الماده الخام متوفره وكل حاجه. بس عدم ثبات الاسعار يوم في الطالع ويوم في النازل. فدي مشكله بالنسبه له. التراخيص. يعني الاستاذ كريم دياب عاوز يرخص. يعني راجل عاوز يرخص، عاوز ياخد خطوات عشان يرخص ويامن على العماله وياخد خطوات بطرق شرعيه. في بعض ده معوق كبير جدا بالنسبه له يا جماعه. يعني يا ريت المسؤولين يشوفوا المصنعين اللي هم ما عندهمش تراخيص، عندهم مشكله مثلا في الخدمات. طبعا وقائم في محافظه الدقهليه. يعني المصنع قائم في احدى قرى محافظه الدقهليه. التقيت بالاستاذ جمعه عبد المقصود شركه الاخلاص للاسمده. طبعا الاسمده متعلقه بالزراعه. يعني الاسمده متعلقه بالزراعه والحاصلات الزراعيه. بدايته كان تاجر. يعني راجل كان بيشتغل في التجاره الاول وكان بيوزع في جميع انحاء المحافظات. المعوقات اللي بتقابله برضو ارتفاع اسعار الماده الخام. دي عامله له مشكله. يعني اللي كنت بتكلم فيها برضو من شويه بالنسبه لمجال الاعلاف. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه وهنرجع لحضراتكم من جديد. ابراهيم بدايتي من سنه 85 تقريبا. اتعلمت في ورشه من الورش الكبيره في مركز اجر. وبعد كده بس رحنا الجيش وخدنا وسافرت تقريبا سنه وجيت فتحت انا واثنين من شركاتي الحاج حماده والحاج عبد اللطيف عندنا في القريه في جراح مركز اجر. قعدنا تقريبا برضه سنتين لغايه جينا خدنا محل. ان احنا اصلا محافظه الدقهليه هي من اكتر المحافظات اللي فيها كميه مصانع كتير جدا. والموضوع جاي لي عن طريق حد صديق ليا عمل جدول دراسه اتفرجت عليه عجبني سمينا الله وتوكلنا على الله. الدنيا مشيت معانا في الاول تعبنا شويه ومساعده طبعا وزاره الزراعه والبيئه ومسطحات. الدنيا كانت جميله في الترخيص رخصت هنا والدنيا مشيت معايا والحمد لله. تعبنا اول سنه والحمد لله حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
الدنيا جميله معانا والشغل جميل وبقينا شغالين ورديتين مش ورديه واحده الحمد لله. ورديتين الحمد لله. يعني العماله عند حضرتك كام يا فندم؟ انا عندي حوالي 8 بالليل و8 بالنهار وفي غفير يعني الحمد لله داخلين في 22 23 واحد الحمد لله. يا ربنا سبحانه وتعالى جاي لحضرتك سبب ان في بيوت مفتوحه اكتر من 20 25 بيت مفتوحين من خلال حضرتك. الحمد لله خلاف السواقين خلاف الناس المحلات طبعا طول ما الدنيا ماشيه بتبقى الدنيا جميله معايا مع جميله مع الناس اللي معايا كلها. تمام. حضرتك الأستاذ كريم كلمني عن المعوقات اللي بتقابلك في الصناعة في الوقت الحالي بشكل خاص. هي المعوقات حاليا مش من عندنا احنا، المعوقات حاليا جاية من البورصة العالمية. البورصة العالمية في كل حاجة مش في المجال ده بس، حتى في مجال المباني في كل حاجة المواد الخام جاية من بره. البورصة العالمية غالية جدا، فدي هي اللي عملنا أزمة حاليا. لكن حاليا دلوقتي احنا في موسم عشان العيد الكبير الأضحية، فموسم المواشي ده أكتر حاجة شغال، فاحنا شغالين. لكن زياده الاسعار في الذره دي عملنا مشكله، زياده الاسعار في الرد عملنا مشكله، كل حاجه زايده حاليا. لكن مع الله الدنيا تحلو ان شاء الله. تمام. كل ما بلتقي باي مصنع يا استاذ كريم دايما الاقي مشكلته الاولى العماله، بيشتكي لي من العماله ان العماله مش عايزه تشتغل. فشابك شاب مجتهد ومعاك ما شاء الله فريق عمل محترم، تنصح الشباب بيه؟ لا، حاليا الشغل كتير جدا، الناس هي اللي بتكسل، التكاتك هي اللي خلت الشباب كلها تبطل تشتغل وتتعب، كله عاد بيستسهل يركب توك توك. لكن حاليا انا دلوقتي في المجال عندي بسم الله ما شاء الله العامل لو ما عملش في اليوم 250 جنيه مش هيشتغل. تمام. فالشغل كتير دلوقتي والدنيا جميله الحمد لله، وبكره هيبقى اكتر ان شاء الله. تمام. البداية كانت سنة 1996 تقريبا. كنا بدأنا نشاطنا بعبارة عن محل صغير تجارة أسمدة ومخصبات زراعية ومبيدات. وطبعا كان في البدايات كانت الحكومة جت وقفت نشاط تجارة الأسمدة على التجار ورجعت فتحته تاني سنة 2000 تقريبا. فبدأنا نتوسع في نشاطنا تجارة الأسمدة دي تقريبا من سنة 2000 بشكل جديد عن مرحلة ما قبل 2000. تمام. بدأنا سنة 2000 لغاية 2009 تجارة أسمدة بس. دخلنا تجارة المبيدات الحشرية سنة 2009. حصلنا على ترخيص من وزارة الزراعة بتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية السنة دي لسه تقريبا بقالنا 6 شهور. تمام. يعني عملتوا تراخيص الأسمدة بقالكم 6 شهور. تصنيع الأسمدة، تصنيع أسمدة ومخصبات من 6 شهور. من 6 شهور. طب شيء كويس يا فندم، بتاخدوا خطوات. الحمد لله الحمد لله. تجارة الأسمدة في مصر عموما يعني بيحصل لها مطبات كتيرة نتيجة لتغير أسعار الحصلات الزراعية من ناحية، نتيجة لأسعار مدخلات العملية الزراعية. فبيجي لها ساعات على مستوى مصر كلها بيحصل طفرات في التوزيع السنين، وسنين بتتأثر بأسعار الحصلات الزراعية وأسعار مدخلات العملية الزراعية. لو حبينا نتكلم يعني في كيرف الشركة اللي فوق، يعني احنا كنا بادئين تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية كان عندي عربية واحدة سنة 2000. تمام. بدأنا 2004 دخلت تقريبا جزء عربيات. 2016 تقريبا كان تقريبا عندي 12 عربية إن شاء الله. النهاردة الحمد لله يعني موجود عربيات 12 عربية بتخدم النشاط ما شاء الله، ما بين تريلا وما بين عربية دوبل وما بين 6 عربيات 2019. تمام. لخدمة النشاط يعني وتوزيع الأسمدة والمخصبات الزراعية على التجار اللي موجودين في المنطقة. والحمد لله يعني احنا شغالين بشكل ثابت الفترة الأخيرة دي. يعني المفروض التوزيع يقل شوية نتيجة لانخفاض أسعار الحصلات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات العملية الزراعية، ولكن الحمد لله احنا حاسس ان احنا ثابتين على التوازن بتاعنا تقريبا 24 ان شاء الله. اخر ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا المهندس كريم دياب والمهندس جمعة عبد المقصود ناس مجتهدة جدا زي ما حضراتكم شفتهم، بتاخد خطوات محترمة جدا تجاه الصناعة. طبعا الأستاذ كريم زي ما حضراتكم شفتوه بيتكلم في المعوق الأول العمالة بالنسبة التوك توك اللي عامل مشاكل اللي أنا اتكلمت فيه في البداية برضو. أهو مش أنا اللي بقول من عندي، كل المصنعين بيشتكم يا جماعة الشباب يتجه للصناعة، بلدنا مش هتقوم غير بالصناعة.
يعني بلدنا مش هتقوم غير بالصناعة. التوك توك مش مستقبل زي ما قلت لحضراتكم. التوك توك للناس اللي هي ذو الاحتياجات الخاصة. كل المصنعين داخل المدن الصناعية وخارج المدن الصناعية بيشتكوا من العمالة. أول حاجة بيشتكوا منها العمالة. بالتوفيق إن شاء الله المهندس كريم دياب والمهندس جمعة عبد المقصود. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا، مجال المواد الغذائية. المواد الغذائية عاوزة ضمير، يعني عاوزة ناس عندها ضمير، ناس تشتغل بمادة خام محترمة مطابقة للمواصفات. المواد الغذائية أنا باكلها وأنت بتاكلها وأخوك بياكلها وأخويا بياكل، يعني حاجة عايزة ضمير. في بعض المصنعين بالنسبة للمواد الغذائية اللي هم تحت السلم شغالين غير مطابقين المواصفات نهائيا، فالناس دي عاملة مشاكل كتير للناس اللي هي مطابقة للمواصفات. ازاي؟ طبعا اللي مطابق للمواصفات عنده التزامات كتير، يعني راجل عنده التزامات كتير، مأمن على عمالة، بيدفع ضرائب، مرخص، اللي هو تحت السلم ما عندوش تكاليف، اللي هو تحت السلم ما عندوش تكاليف. وممكن كمان بالنسبة للكهرباء للمية بياخدها كده برضو، مش عاوز اقول يعني، مش عاوز اقول ان هما بيسرقوا كهرباء ومية الناس اللي هي تحت السلم، لكن الناس اللي هي مطابقة للمواصفات اللي هي في النور ومرخصة زي ما قلت لحضراتكم ومأمنة على العمالة وماشية بما يرضي الله، دي ناس محترمة بالنسبة في مجال المواد الغذائية. التقيت بالمهندس الشعراوي محمد جاد رئيس مجلس إدارة مصنع الشعراوي لمنتجات الألبان. طبعا منتجات الألبان دي حاجة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم، يعني في ناس بتلعب فيها كتير زي الجبنة المجنسة. طبعا الجبنة المجنسة بتعمل أمراض كتير جدا، مش عاوز أقول عشان ما أخوفش الناس، يعني اللي يشتري المنتج ده بالذات بالنسبة للألبان وعالم الألبان يشتري من حد ذا ثقة، يعني حد يكون مميز أو معروف، مش من أي حد. أنا بنصح الناس لأن بتسبب أمراض كتير جدا. الناس اللي ما عندهاش ضمير اللي أنا بقول لحضراتكم اللي هم تحت السلم مسببين كوارث. بدايته كانت بداية جميلة، يعني بدايته الأول كان بيشتغل في التسويق، تسويق اللبن نفسه. خد خطوات واجتهد، عمل مصنع الشعراوي. المعوقات اللي بتقابله ارتفاع أسعار المادة الخام. بيقول إن اللبن قليل شوية. اللبن اللي هو الطبيعي قليل شوية. ليه؟ الثروة الحيوانية عندنا يعني بدأ يبقى فيها مشكلة شوية. يعني فيها مشكلة شوية. المعوقات اللي بتقابله تاني التسويق، فدي مشكلة برضو كبيرة بالنسبة للمصنعين. التقيت برضو بالمهندس ياسر عبد العزيز المسيري رئيس مجلس إدارة مصنع الوفاء للألموتال. ده راجل مميز في إحدى قرى محافظة دقهلية. بدايته كانت سنة 1992 في الصناعة. دي البداية. المعوقات اللي بتقابله زيادة أسعار المادة الخام. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم من جديد. بدايتي من سنة 85 تقريبا اتعلمت في ورشة من الورش الكبيرة في مركز أجد، وبعد كده بس رحنا الجيش وخدنا وسافرت تقريبا سنة، وجيت فتحت انا واثنين من شركاتي الحاج حماده والحاج عبد اللطيف عندنا في القريه في جراح مركز اجد. قعدنا تقريبا برضه سنتين لغايه جينا خدنا محل هنا في اجد، ودي البدايه. يعني ايه؟ بدأ الحمد لله نكبر واحده لغايه ما بقى لنا مكان مستقل. المعوقات اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي بشكل خاص؟ والله زي ما قلت لحضرتك قبل اللقاء، يا معوقات لما تجي في حته ارتفاع الاسعار اللي غير مبرره احيانا من التجار او مش عارف المصدر بصراحه ايه، واسعار زياده، يعني مثلا
من خلال شهر تقريبا كان الطن عامل حوالي 47,000 لغاية وصل النهاردة تقريبا 65,000. فدي زيادة، فدي بنقابل بقى معوقات بيننا وبين العملاء وبعض المشاكل من هذا القبيل. طيب مين المتحكم يا حاج ياسر؟ يعني مين المتحكم في عدم ثبوت الأسعار؟ أنا والله بالضبط ما أقدرش أفتيك، ما أقدرش. هل للتاجر يعني إيه؟ يعني كل شوية التجار يبعتوا لنا رسائل في زيادة في زيادة في زيادة. مصدر الزيادة الرئيسي فين؟ ما أقدرش أقول لك بالضبط. طب إيه المطلوب من الدولة في الوقت الحالي؟ ثبات الأسعار. الثبات عشان مثلا نقدر نتعامل بس مع العملاء وتكون بس الدنيا مريحة عشان الدنيا تمشي بس. تمام. طيب يا حاج ياسر، إيه المعوقات التانية اللي بتقابلك؟ والله الحمد لله يعني بالنسبة لي هنا على قد شغلي مش لاقي معوقات يعني الحمد لله. يعني دايماً بيشتكوا لي من العمالة، عدم يعني العمالة، انتظام العمالة. طب ماشي دي حتة العمالة يعني، بس الحمد لله بنتغلب عليها. عندنا العمل الحمد لله كفاية وشغالين الحمد لله. إحنا فاتحين الورشة ديت من سنة 92 والحمد لله زي ما أنت شايف كده واحدة واحدة بتتطور، والحمد لله زي ما أنت شايف وصلنا للي احنا فيه ده. تمام. الحمد لله. تمام. ايه المعوقات اللي بتقابلكم في الوقت الحالي؟ والله مش معوقات، بس الغلو الاسعار الفتره اللي احنا فيها ديت بالاسعار من امبارح ب 46,000، النهارده بعد 10 ايام في رمضان وصلت ل 66,000 والاسعار بتغلى، فمش عارفين ايه المشاكل دي والله. تمام. بس يعني بنكلم مثلا وزيره التجاره والصناعه الدكتوره نفين جمعي نقول لها ايه؟ يعني بس الاسعار تثبت بس وخلاص. كل ما الاسعار تثبت المستهلك بيعرف ياخد الحاجه كويسه، ومش كل يوم طالع ونازل، الاسعار طالعه نازله طالعه نازله، بس عايزين الاسعار تثبت وخلاص. مش عايزين اللي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل. بدايه ديت من بدايه الوالد، كلنا كنا شغالين في نفس المجال. تمام. والدي واخواتي كلهم كنا شغالين في هذا المجال. تمام. وبعدين سافرت انا فتره طويله من السعوديه. كم سنه يعني يا فندم سافرت؟ حطيت اكثر من 5 سنين في الكويت والسعوديه حوالي برضه 5 سنين. تمام. الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. الله يسلم عمرك. اهم حاجه انك الله يسلم عمرك. وبعدين نزلت فكرت اعمل مشروع عشان استقر في بلدي وكلام من ده. تمام. فكان في الحاجات اللي ناقصه في بلدي برضه تصنيع الجبنه الثلاجه اللي هي خفه الملح. تمام. فبعدين فكرت في الموضوع دوت وسالت على المواد اللي ممكن نشتغل بها، فقالوا ان في مجنس زي دوت اشتريناه وعملنا ثلاجه برضه عشان بعد انتاج الجبنه نحطه في الثلاجه وكلام من ده. تمام. والحمد لله اشتغلنا في البدايات، كانت الشغل كان كويس جدا وكان التوزيع كويس جدا، ولكن برضه في الظروف اللي احنا مرينا بها في كورونا والامور ديت حصل هبوط في الشغل. انا برضه لما بدات الشغل يهبط قلنا نشتغل بقى في الجبنه برضه اللي هي الحادقه بفلفل والساده وكلام. تمام. من ده، فاضفنا لها برضه ايه منتجات ثانيه عشان ندعم الشغل بتاعنا. تمام. والحمد لله لحد ما الامور ماشيه وتمام الحمد لله يعني. متى بالنسبه للشغل عندي في بالنسبه للجبنه الثلاجه ويعتبر كلتها برضو عشان نكون صراحه هي شغل كلها من الجبنه من لبن البودره. تمام. فدي طبعا كلها استيراد. تمام. طبعا مع ارتفاع الدولار والامور ديت بدات البودره ترتفع والمواد اللي بنصنع منها بدات ترتفع. تمام. فدي كانت بتعمل لنا اعاقه لان انا عايز اعمل منتج عالي، فدلوقتي التكلفه عادت عاليه، الزبون او المستهلك دلوقتي ما عادش عايز الا سعر معين عشان ظروف الحياه اللي هو فيها دي. تمام. فاضطريت انا بالنسبه لي بقيت الشغل عندي هبط جدا لان انا ما بعرفش اشتغل الا منتج عالي. تمام. الموجود في السوق حاليا منتج ضعيف جدا واللي بيناسب مع دخل المواطن بصفه عامه يعني. تمام تمام. فده اثر عندي جامد بصفه عامه جدا يعني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا يا جماعه المصنعين اللي بيشتغلوا في مجال المواد الغذائيه، الناس المميزه، الناس المرخصه اللي ما بتشتغلش تحت السلم. يعني الناس اللي هي نايمه 14 ومش عاوزه تاخد خطوات وبقول انا حلو كده. طبعا حلو كده في المواد الغذائيه مش هيبقى حلو كده. يعني مش هيكمل بالبلدي. خالص. ليه ما بيشتغلش زي ما قلت لحضراتكم مطابق للمواصفات؟ طبعا الاستاذ الشعراوي محمد من الناس المميزه جدا في عالم الالبان. استاذ ياسر عبد العزيز رئيس مجلس اداره مصنع الوفاء للالموتال مميز جدا في صناعته. انا شفت كده على ارض الواقع، عنده عماله كبيره. طبعا وقائم في احدى قرى محافظه الدقهليه. بالتوفيق ان شاء الله. باذن الله الاسبوع القادم
عندنا مواضيع مهمة جدا تتعلق بالزراعة. يعني في بعض المزارعين في محافظة الشرقية بيتواصلوا معايا وعندهم مشاكل كتير جدا بالنسبة للزراعة والمادة الخام. يعني في مزارعين يقول لي ان تكلفة الفدانة عندي بتكلفني مثلا 10,000 جنيه في النهاية خالص ما بجيبش تكلفته. ليه؟ عنده عمالة، بيشتري مادة خام، يعني عنده تكاليف، التكلفة عالية بالنسبة في مجال الرز مثلا، في مجال الذرة. يعني المزارعين يا جماعة في الوقت الحالي عندهم مشاكل. فاحنا بنطالب السيد وزير الزراعة ان هو ينظر نظرة للمزارع، يعني يلتقي بالمزارعين ويشوف مشاكلهم ايه. طول ما المزارع كويس ومرضي ومزاجه حلو هيبقى كلنا مزاجنا حلو، لان الزراعة ده يا جماعة يعني من الحاجات الاساسية جدا في مصر. يعني مصر ام الزراعة في جميع المجالات. فاحنا طبعا بنستورد بعض المنتجات بالنسبة للمواد الغذائية. في الوقت الحالي سيادة الرئيس بيزرع، يعني زرع 2.5 مليون فدان وبيستصلح أراضي وبينهض بالبلد للأمام. الناس اللي هي مش فاهمة حاجة وبتقعد تتكلم في الفاضي دي تقعد، اللي هم مش فاهمين حاجة. بلدنا يعني ما شاء الله بتاخد خطوات تجاه الصناعة والزراعة بطرق محترمة جدا. بإذن الله الأسبوع القادم زي ما قلت لحضراتكم عندي زيارة لمحافظة الشرقية، هنتكلم في الزراعة وهنلتقي بإحدى المزارعين في محافظة الشرقية. أنا بشكر قنوات الصحة والجمال وإدارة قنوات الصحة والجمال، وبشكر فريق العمل المحترم جدا، وأشوفكم الأسبوع القادم وبرنامجكم ساعة في بلدي.